نظمت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة مداهمة مشتركة مع مصالح الأمن الوطني لولاية قسنطينة، حيث تم من خلالها تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية من خلال وضع تشكيلات أمنية ثابتة ومتحركة تهدف إلى تأمين محاور الطرق الرئيسية والفرعية، وكذا تفتيش أكبر قدر ممكن من السيارات والأشخاص المشتبه فيهم لأجل الحفاظ على الأمن والسكينة العمومية للمواطنين، وكذا للقضاء على كل ما هو مخالف للقانون. هذه العمليات الشرطية المشتركة بين الدرك الوطني والشرطة هي مستمرة ومتواصلة وفق برنامج مستطر بين القيادتين بهدف واحد، وهو تأمين المواطن وممتلكاته في مختلف الفضاءات مختلف الأحياء، حيث شاهدتم معنا نهار اليوم يعني الخرجات كانت واسعة في كامل قطاع ولاية قسنطينة على مستوى أحياء معروفة. طبعا هناك نتائج إيجابية كللت بهذه المجهودات التي سخرت لها إمكانيات مادية وبشرية كبيرة.